اليوم نتواجد بمقر المديرية في إطار طبعا الدورة التكوينية المنظمة من طرف المديرية. جاءت هذه الدورة في إطار تعزيز الكفايات للسيدات والسادة الأساتذة فيما يخص التدريس وفق المقاربات البيداغوجية الناجعة التي سيتم اعتمادها خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعملا بمقتضيات المذكرة الوزارية 138-198 أيضا في شأن تنزيل برامج إعداديات الريادة، كذلك في إطار إجراءات المحور الثالث لبرنامج إعداديات الريادة من خلال مواكبة السيدات والسادة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات الصفية البيداغوجية الناجعة، تحقيقا للأهداف استراتيجية لخارطة الطريق التي تتمحور حول 3 محاور أساسية: محور التلميذ، محور الأستاذ، وكذلك محور المؤسسة. فطبعا هذه الدورة التكوينية ستمتد من خلال ابتداء من الفترة 26 يونيو إلى 29 يونيو، التي سيستفيد منها ما يقارب 94 أستاذ في 7 مواد أساسية، منها أساتذة رسميون لإعدادية الريادة، إعدادية الشاعر الحمراء، إعدادية أبي عنان، وكذلك تم تمكين أساتذة احتياط من مؤسسات أخرى من هذه الدورة حتى يتم وضع جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنزيل البرنامج وتحقيق الأهداف المنشودة. صبيحة يوم الأربعاء 26 يونيو انطلقت هذه الدورة تحت إشراف السيد المدير الإقليمي ورفقة السيدة رئيسة مصلحة الشؤون التربوية والمنسقة الإقليمية لهذا المشروع. الدورة التكوينية مؤطرة من طرف السيدات والسادة مفتشي المراقبة التربوية والتقييم مشكورين، وكذلك بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لجميع الفاعلين والمتدخلين من أجل توفير الظروف الملائمة والمناسبة لتحقيق أهداف هذه الدورة التكوينية وتنزيلا لبرامج خارطة الطريق 2022-2026. وشكرا لكم. قامت المديرية الإقليمية بمسيك بإنجاز دورة تكوينية حول المقاربات البيداغوجية الناجعة. هذه الدورة التكوينية التي سوف تمتد لمدة 4 أيام، اليوم بطبيعة الحال عرفت حضور مجموعة من السادة الأساتذة ومجموعة من المكونين الذين تبادلوا معنا بطبيعة الحال خبراتهم من أجل إنجاح هذه المقاربة البيداغوجية ومن أجل الوصول إلى تعليم فعال وناجع من أجل الرقي بالمدرسة العمومية. كما قلت سابقا على ان هذه الدوره التكوينيه عرفت مشاركه كل من الاساتذه في مجموعه من التخصصات في العلوم الفيزيائيه الرياضيات، وكما قلنا على ان هذه المقاربات او هذه الدوره التكوينيه الهدف منها كان هو التعرف على المعالجه او تدريس ما معنى التدريس الفعال، ثم المعالجه الوقائيه وكيفيه اجراءتها في ارض الواقع كما قلت سابقا من اجل الرقي بالمدرسه العموميه ومن اجل مدرسة ذات جودة للجميع. نحن في إطار دورة تكوينية حول المقاربات البيداغوجية الناجعة في إطار مدارس الريادة. لدينا دورة تكوينية من 26 يونيو إلى غاية 28 منه. أهم المحاور تتركز حول التدريس الفعال في اليوم الأول، ثم المعالجة الوقائية، بعد ذلك سوف نقوم بعرض حصة تجريبية للمعالجة الوقائية في اليوم الأخير. الدورة تجري وفق شروط تنظيمية وكذلك في ظروف ملائمة جدا، والشكر موصول للسيدة منسقة المشروع وكذلك للسيد المدير الإقليمي.